استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر قضيبية. خلال اللقاء استعرض سموهما مسار الشأن الخدمي والجهود الحكومية المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والوصول بها إلى المستويات التي تحقق رغبات المواطنين وطموحات الحكومة إليهم. شدد سموهما أن التنسيق بين الوزارات والاعتماد على مبدأ العمل التكاملي له دور فاعل في الإسراع بالمشاريع الحكومية الموجهة للمواطن وضمان تنفيذها في الإطار الزمني المخطط لها، فضلا عن دور هذا التنسيق على صعيد تعزيز البيئة الاستثمارية وتنمية النشاط الاقتصادي. استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء التطورات الإقليمية، حيث أكد سموهما على أهمية الزيارات بين المسؤولين في دول مجلس التعاون الذين تتفق كلمتهم على تحقيق المصلحة المشتركة وزيادة التنسيق بينهما بما يعود بالنافع على دول المنطقة ويدعم مسارها التنموي، مشيدين سموهما في هذا الصدد بدور المملكة العربية السعودية في مسيرة التعاون الخليجي والعربي وضمان سيره في الإطار الذي يحمي مصالح دول المنطقة وشعوبها.